عمور، ماذا عن علي معلول؟ هل توصل اتفاق او الاهلي توصل لاتفاق مع علي معلول لتجديد التعاقد؟ لحد دلوقتي ما فيش اي جديد خالص في قصه علي معلول. المعلومه بس الوحيده ان كانت قال ان علي عايز سنتين وعايز ثلاثه، هم لسه ما فيش قاعده خالص تمت مع علي معلول في القصه دي، ولو في مفاوضات هتبقى بعد كاس العالم للانديه. هو مرحب بالتجديد، هو مرحب بس هو عايز سنتين او ثلاثه وعايز يتساوى بموديست. بياخد 1,750,000، علي بياخد 1,500,000. فلو انت هتجدد سنتين مثلا ب1,750,000 هيبقى رقم كبير جدا بالنسبه لحته الدولار دلوقتي في النادي الاهلي. لا، وفي حاجه اصعب، لعيبه كلها في العالم كل ما العمر بيتقدم بيها عقودها بتنزل مش بتزيد. بالظبط. لا، ما هو ده اخر تجديد، انت فاهم دايما اللعيبه عندنا بيبقى عايز اخر تجديد. ده للاسف في التفكير بتاعنا الاداري اللي مش محتاج يتعدل. بالظبط، ده اخر تجديد، فانا عايز امن بقى، فاللي هو اديني اعلى حاجه عندك. لازم يتعدل. عمور، نورت الدنيا.